مشاهدي قناة الشبيبة، الآن نلتقي بالدكتور أحمد بن حبوش الفارسي الأمين العام بالوكالة لاتحاد كرة القدم بعد اجتماع طويل، والجمهور الرياضي كل جمهورنا ينتظر الآن على أحر من الجمر اسم المدرب. الآن خلصت الاجتماع وهناك أسماء حصرية، طبعا الأسماء ممكن أنت أن تعرضها، لكن أيضا هي طلعت عندنا في جريدة الشبيبة اللي هو البوسني صفوت واللي درب البوسنة طبعا في بطولة كأس العالم وكأس أوروبا، وأيضا المدرب الصربي غوران اللي هو درب منتخب الكويت سابقا وحقق معاه بطولة الخليج وبطولة غرب آسيا. ماذا تقول دكتور؟ بداية أحب أن أحييكم أمانة، يعني أحب أن أحييكم على جهودكم، على سعيكم وراء تلقي المعلومة، وهذا شيء يحسب لكم. يعني أنتوا يعني تجلسوا هنا في مقر الاجتماع ومقر الاتحاد بدءاً وراء المعلومة، وهذا شيء ما يفعله إلا الناس المهتمة، فأحييكم على هذا العمل. الشيء الثاني طبعاً للتوضيح، طبعاً يعني الاتحاد تلقى كم هائل من السيارة الذاتية للمدربين. تم يعني الأخذ في الاعتبار بعض المعايير الهامة. أول شيء العمر، تعرف أنت تريد تبني فريق يهمك أيضا مسألة العمر، مسألة الخبرة، الشهادات العلمية، خبرته في المنطقة، إنجازاته، تدريبه لبعض المنتخبات. فبالتالي من العدد الكم الهائل اللي يمكن وصل إلى 50 أو 60 تقريبا، بين 50 إلى 60 سيرة ذاتية، تم حصر أفضل 9 قياسا بنتائجهم بالمعايير اللي ذكرتها. هذول 9 سيتم رفعهم لمجلس الإدارة مرتبين من 1 إلى 9، يعني من هو المدرب الأول، من هو المدرب الثاني، ومن هو المدرب الثالث، ومن هو. لكن يعني المصادر تشير إنه صفوت البوسني أو غوران اللي درب الكويت المدرب الصربي هم الأقرب. طبعا طالما إنجازات، أنا طالما أقول أحب أكد أنه طالما إنجازاتهم هي اللي تشهد لهم، طبعا هذه الأسماء طبعا من الأسماء اللي هي مطروحة بقوة وعملها يشهد لها. طيب دكتور، يعني القيمة، قيمة العقد أو الراتب المحدد؟ القيمة لست هي بتعطيك أنت مساحة في التفاوض بعدين، يعني بعد ما مجلس الإدارة يعتمد الأربعة، يقلص 9 إلى 4 ويعتمدهم، تبدأ هذه اللي هي مسألة التفاوض مع هذه الأسماء. متى يوم الإعلان؟ يعني أي يوم؟ يوم الأحد رح نزود وسائل الإعلام بالأربعة. مسألة التفاوض رح تتم على الأربعة ككل، هذه طبعا على أساس أيضا أحب أني أنوه لسبب واحد، انه هو يعطيك انت قوه تفاوض مع المدربين الاربعه. طيب والاسم المدرب يعني متى يعلن؟ في الربع، او في خلينا نقول في الاسبوع الاول من شهر ديسمبر، اذا تمت الامور وفق ما هو مخطط لها، في الربع، في الاسبوع الاول من شهر. طيب هو الاحد، اليوم الاحد المقبل هو بشهر ديسمبر، ترى بتبقى بس يعني بعد ما يعتمد بشكل نهائي، ثاني يوم راح تكون المفاوضات. يعني احنا ماشيين بسرعه على اساس الاستحقاقات القادمه وكذا، فان شاء الله بعد الاجتماع مجلس الاداره تحديدا، واذا تمت اعتماد التوصيه وفق توصيه لجنه المنتخبات اليوم، راح تبدا يعني الاثنين اعلان عن اسم المدرب خلال الاسبوع اللي هو الاسبوع القادم، يعني راح يتم الاعلان بشكل نهائي. شكرا لك دكتور. شكرا جزيلا، واحب انوه انه فعلا انتم مصدر للمعلومه، والاسماء اللي كنتوا تطرحونها سواء في الجريده او هنا هي الاسماء اللي تتداول في اروقه الاجتماعات. شكرا لك.